الاثنين، وبالنسبة للقطط الحلوين اللي طلبوا مني ميعاد الساعة 4، انا دلوقتي بعمل الفيديو وانتو حظكم اذا ربنا سهل حال والفيديو قبل الساعة 4 شفتوه. اوكي، لو ما فيش يبقى سامحوا بقى النت، مش سامحوني انا مليش ذنب، تمام؟ لان والله بامانة يعني انا بعمل الفيديو بدري، بس هعمل ايه، وات شود اي دو يعني. المهم طبعا الليسننج للاسف برضو ما حلتهوش، بس ان شاء الله هعمل فيديو مجمع لكل الليسننج اللي موجود في الليله دي. يلا بينا، ليتس ميك لانش، اي ثينك وي هاف. المهم يعني من الاخر، نو ذير ازنت بات ذير نوت سام اوليفز، يبقى ذير اخر. ذير ار سام بيبرز، اند هو الكلام كله على الاكل طبعا. جود از ذير نوت، يس ذير از اف جود. يبقى هنا ذير ار سام بيبرز اند توميتوز. وللناس اللي بتقول توميتوز معلش. جود، از ذير اني تشيز؟ انتوا عارفين السؤال بإني يعني، انا هتكلم اكتر منكم، انتوا شباب وعارفين. يس ذير از، اف جوت ات، انا معايا شويه تشيز. وات داز فيجز ار ذير اني فيجز؟ طبعا هنا السؤال بذير ار وار ذير والكلام ده كله، تمام. اخر سؤال بيقول لك نقط ذير ارنت، يبقى يس، يبقى سوري قصدي نو، نو ذير ارنت. Are there any raisins؟ raisins ده اللي هو الزبيب يا حبيبي، أو ال dried grapes، العنب المجفف. yes. نيجي لبقية الامتحان. قطعة الفهم بتتكلم على هيدي، واللي هي an orphan، يعني طفلة أورفن، طفلة يتيمة، تمام. فأول حاجة طبعا أنتوا عارفين اللي هو what is the main idea أو what is the title of، هو ده السؤال اللي بيتكرر طول الوقت. الفكرة الأساسية اللي هي an orphan girl، طفلة يتيمة، an orphan. طبعا انت عارفين هتعيش مع عمها والقصة دي، بس انا مش هضيع وقتك. هي an orphan girl، خلاص طفلة يتيمة. why was هيدي sad in the city؟ ليه هيدي كانت حزينة في المدينة؟ she was very sad that he was away from her grandfather، كانت زعلانة عشان هي بقت بعيدة عن جدها، تمام. وبيتر والجودز كمان بتوع جدها، وهيدي هاز لوتس، لا كفايه. اللي بعد اللي هي ده اجابه السؤال الثالث. اجابه السؤال الايه الثالث، ليه كانت حزينه؟ عشان بعيد عن جدها. دي اجابه السؤال الثاني، اسف. اجابه السؤال الثالث، what do you think is that about هيدي and Peter's life؟ a lot of adventures، a lot او a happy life، حياه happy life، عشان طبعا الحياة اللي هي في الجبال وكان ده ناس رايقة يعني، تمام. The underline he refers to الجد grandfather، not mentioned in the in the passage، اللي هي القصة كلها بتتكلم في two males and two women، two male وفي male، اللي هو جدها وبيتر وعمتها وهي. The underline orphan، الأورفن has no father or mother، يتيم. يلا بينا، ار ذير اني، على طول يابا ار ذير اني، ما تفكرش اني دي في النفي او السؤال، بس كده خلاص خلصان. صم على فكره بتيجي في السؤال لو كان اقتراح، لو كان اقتراح تمشي صم زي الفل. وي نوت كيرفول، وي شود بي كيرفول، ينبغي او يجب ان احنا نكون كيرفول. على فكره لو في هنا في الاختيارات ماست، اختار ماست برضه، لكن طبعا هو مش عبيط عشان ديك الاثنين، خد بالك ان الاثنين يشيلوا بعض عادي جدا، مفيش اي مشكله. اللي بعده، وين داز نجلاء جو سويمينج؟ طبعا احنا قلنا انا كنت بغني دايما داز ما كانتش بتاكل الاس، لان داز دي بتاخد الاس اللي في الفعل. يلا بينا نكمل الاختيار. هبه، سوري حبيبه، وحبيبه هاز فيري نوت لايف، شي جاز تو سكول اند ستاديد هارد. حبيبه هاز بيزي لايف، حياه مشغوله طول الوقت. ماي فريند هاز جوت ان او ا بيكوز هي كانت ووك، حد مش بيعرف يمشي، كانت ووك يبقى ويل تشير. You can boil water، ممكن تغلي المية in a teaspoon ولا سوسبان. بصوا يا شباب، سوسبان لو فينا كتل اديها كتل على طول. طبعا باول دي اللي هي الباول السلطانية، ما تنفعش، وكب اللي هو الكاس او الفنجان. وان از a simple message sent، بترسل ل through the internet، اللي هو بصوا يا شباب تليجرام، لا ده تطبيق، ليتر لا، يا اما بلوج يا اما ايميل. ايميل عشان بيتم ارساله من خلال الانترنت وبيكون سامبل مسج، رساله قصيره. علي نقفت ذا ايفرينج ريدنج شورت ستوري، علي سبنت، قضى الوقت بتاع المساء بيقرا قصه قصيره. ان الكسندريه يو كان هاف وندرفول
فيو فروم يور اون ويندو، لو انت واقف في البلكونه بتاعتك تشوف الفيو جامد. اللي بعده بينتينج، بينتينج اللي هو التلوين، از ماي فيفوريت هوبي، هوايتي المفضله. لا لاست اكتوبر كده ماضي بسيط يبقى هاف، لا تبقى هاد. ايوه هاد، هاد سمير جت، سوري سمير ده مفرد يبقى هاز، وانا قلت الزنه فيها هي وشي وات، يعني هي وشي وات واي اسم مفرد. اه يوجوالي بلاي، طبعا هنا بلاي مش بلايز، عشان اوي مش عشان يوجوالي، اصحى معايا. علي از ماي بيست فريند اند هير هوبي، هير ازاي يا معلم؟ هز طبعا، انت هتهز الراجل، خليك بنت. خش على سيمبل تيست 8. Where did you go on holiday last year? Where did you go on holiday last year? I went to Alexandria. Where did you stay? هتقضي وقتك فين؟ عشان هو بيقول له I stayed in my uncle's flat، هقعد في شقة عمي. نقط did you travel there؟ هتسافر ازاي؟ How؟ هيسافر by train، بالقطار. Did you swim in the sea؟ Yes I did. What did you eat؟ هتاكل هناك؟ I usually eat fish. هتاكل يعني سمك في اسكندريه يبقى fish. تمام. القطعه بتتكلم على parents وعلى ولد بيحكي عن نفسه اسمه علي والكلام ده كله. يلا بينا نشوف هيسال. اول سؤال What does Paige talk about؟ علي، علي's روتين، حياته. علي's روتين ليه بقى؟ لان حياه علي كلها ايه؟ بيصحى من النوم ويروح المدرسه ومش عارف ايه الكلام. How many brothers does علي have؟ يعني كم عدد اخوات علي؟ اصحى معايا ليه السطر اللي هو ده بالظبط، السطر الرابع. They have two sons، عندهم ايه؟ ولدين، اللي هو بابا ومامته. يبقى هو عنده اخين، two brothers. What do you think about علي's family؟ A happy family أو a big family، ما شاء الله عيلة كبيرة. A big family عشان هم أربع أولاد وباباهم ومامتهم ستة، تمام؟ A big and happy يعني. The underlying word they refers to بابا ومامته، بس هو ده ال they have one sister، عندهم أخت واحدة بابا ومامته. بابا ومامته اسمهم ايه؟ بابا ومامته اسمهم أميرة وعادل. علي's grandfather is older than his grandmother. The underlying word parents means father and mother، الأب والأم. In Egypt students طبعا never go to school on Friday. My sister سهى، مالها سهى؟ My sister سهى has got a long hair. My sister سهى has got a long hair. Not glasses and glasses، يعني معاها نظارة شعر طويل ونظارة بتاعتها. They are making chess piece now. My father is a not he works in a restaurant. He's a chef or cook. My father's sister is my أخو بابا، أخو ما أخت بابا تبقى my aunt. The Queen of England is very not she has got many houses. Very rich، غنية جدا، عندها حاجات كتير. What not of food do you like most? What kind of food do you like most? Not has got rich and pasta. Sorry, has got rice and pasta in it. It's an Egyptian meal. طبعا ايه اللي فيها رز ومكرونة؟ الكشري، الكشري المصري اللي هو Egyptian meal. The not is my favorite place to go in summer to swim. المكان اللي انا بحب اروح عشان swim beach. Is a group of people who play music. طبعا band. بصوا السؤال ده انا اتنفخت منه الحقيقة. My family doesn't live مش live. Doesn't live مش lives. عادل lives in England. He can't speak English well. واحد عايش في انجلترا هيبقى كانت ازاي يعني؟ بصوا معايا دي كده علي's family مش علي's routine، علشان انا لما جيت قريت انا برضو زي ما قلت لكم انا ما بقراش القطعه، فلاحظت ان هي family وبيتكلم على الاسره بتاعته، his big family، عشان كده انا قلت ان هي big ايه family. دي كده الشكل النهائي للامتحان. يلا بينا الامتحان اللي بعده. Didn't speak loudly، don't speak loudly، ده امر، جمله امريه. They names لا هير طبعا. بص يا شباب، their names ده اللي هو ضمير ملكيه.
a visit to the zoo. قلنا listening هنظبطكم انا متقلقوش. ده simple test 9. هاي ليلى، هاي هدى، what was weather today, what was the weather on yesterday، كان شكله ايه امبارح؟ ف it was very hot، كان حر جدا. where did you go، رحت فين؟ I went to نقط beach، يبقى I went to the beach عشان هي تقول لها beach. هنا علامة تعجب exclamation mark، فاحنا بنعيد الكلام تاني، بتستغرب الكلام يعني اللي هي beach يا بختك وكده. نقط did you do there، عملت ايه يا اختي بختك؟ والله العظيم هتعمل ايه يعني؟ ايه راحت البيتش يعني؟ هتعمل ايه؟ I swam in the beach، طبعا I swam in the sea، أخدت swimming. What else did you do there، عملت ايه تاني؟ I made a sandcastle، هتعمل ايه غير انها تعمل قلعة من الرمال؟ حبايبي دي المحادثة، لو انتم مش واخدين بالكم او انا مش ما عرضتهاش كويس، الناس اللي منوريني دلوقت لو انت معايا هنا لو سمحت ادينا لايك عشان الفيديو ده يطير والناس يشوفه، يعني مش هينفع كده، ده انا جالك مخصوص. يلا بسرعة انزل حط لايك وتعال، حطه بمناخيرك يعني، يلا بينا. انت حطيت لايك، لو حطيته تعال، ما حطيتوش تعال برضه. المهم ان الكلام على اكويا وده ولد عايش في نيروبي والكلام ده كله. تعالوا بينا نشوف gives a suitable title for this passage، اديني suitable title او انت بتتكلم على ايه، او البيسج بتتكلم على ايه. طبعا تتكلم على a boy in Nairobi او a boy lives in Nairobi او نيروبي، تمام؟ لانه هنا كلمة على روتين، تمام. اكيوكي اكيو 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 روتين، ايه الروتين بتاع الولد، تمام؟ عايش في نيروبي يعني. What does Akio do when he hears the school bells؟ بيعمل ايه ساعة ما يسمع صوت الجرس؟ لما بنسمع صوت الجرس go to we hear the bell at 8 o'clock we go to the school hall we have four lessons. ده جاب السؤال التاني. السؤال التالت how do you think، بتفكر في ايه students، بتعتقد ماذا عن students feel when they finish a school day، بيحسوا بايه لما اليوم بيخلص. انا الحقيقه قريت القطعه ما فيهاش حاجه، فاعتقد ان هم they were بيبقوا دايما very happy يعني. اعتقد ان هم very happy I think يعني. ايه كمل. Akio takes a long time to go to school because هو بياخد وقت طويل للمدرسة. The roads are very busy، اللي هي الطرق بتاعتها very busy. The word drive، كلمة drive بتعني ان هو بيوصله، going by car. The underlying pronoun we refers to، كلمة we هنا بتتكلم على هو ومامته وباباه وQ's family، عيلة Q's. فاطمة نقط فاطمة has got long hair blonde hair there نقط much water، يبقى there is much water. is standing نقط the trees his father can't see him، طبعا مفيش حد شايفه يبقى behind. brave person شخص شجاع is happy to do something dangerous، السؤال ده احنا حلناه قبل كده. a person makes a good decisions الشخص الوايز او السنسبل الحكيم او الحساس. you should نقط on the send icon to send your text message you should click things you buy to remember a holiday are called الحاجات اللي بتشتريها souvenirs. a child with no mother or اللي هو orphan. the musical instrument الالات الموسيقيه which you had to make noise دي طبعا الدرامز، الدرامز عشان انت بتعمل كده بتخبطها، تمام. اخر سؤال famous football teams have a lot of fans معجبين. it's not my camera mine is new. is there any not طبعا is there you are there. my uncle has got two child طبعا هنا two child يبقى two children، هو هنا child طفل واحد children طفلي. you should eat a lot of fruits and vegetables يبقى should. ان شاء الله نتقابل في فيديو جديد وهتوحشوني، مع السلامة. الفيديو